موقف حاسم سجل للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس عندما أكد أن وقف إطلاق النار ممكن غدا في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة. وبعد أن تجنب بايدن الخوض في هذا الموضوع في ثلاث مناسبات مماثلة الجمعة، ذكر خلال حفل لجمع التبرعات بقول إسرائيل إن الأمر يعود إلى حماس إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك، يمكننا إنهاء الأمر غدا ووقف إطلاق النار سيبدأ غدا. وأثار الرئيس الأمريكي هذه القضية بعد أن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء من أنه سيتوقف عن تزويد تل أبيب بقذائف مدفعية وأسلحة أخرى إذا هاجمت القوات الإسرائيلية مدينة رفح في جنوب القطاع، معربا عن أسفه لسقوط قتلى مدنيين بقنابل أمريكية. أما الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو فأشن هجوما جديدا على نتنياهو في تغريدة على منصة إكس قال فيها: سيد نتنياهو، سوف يسجلك التاريخ على أنك ترتكب إبادة جماعية، إن إلقاء القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعل منك بطلا، أنتم تقفون إلى جانب أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا. وأضاف إن الإبادة الجماعية هي إبادة جماعية بصرف النظر عما إذا كان معتنقا لدين أم لا، حاول على الأقل وقف المذبحة. الهجوم الجديد لرئيس الكولومبي جاء بعد تغريدة هاجم فيها نتنياهو الرئيس الكولومبي حيث قال: إسرائيل لا تتلقى محاضرات. الهجوم الجديد لبيترو جاء بعد تغريدة هاجم فيها نتنياهو الرئيس الكولومبي حيث قال: إسرائيل لا تتلقى محاضرات من أحد المعادين للسامية ومؤيدين لحركة حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية والتي ذبحت واغتصبت وشوهت وأحرقت 1200 شخص بريء في 7 أكتوبر. عار عليك أيها الرئيس بيترو. الحرب الكلامية كانت قد بدأت، مذ طالب الرئيس الكولومبي يوم الجمعة بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية. عزلة نتنياهو ورفض توسع الحرب على غزة أكدها أيضا آلاف الإسرائيليين الذين خرجوا إلى شوارع تل أبيب ليلة السبت مطالبين حكومة نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن. وفي من ضم أفراد من عائلات الرهائن وهم يحملون صور أقاربهم الذين لا يزالون محتجزين إلى الحشود التي تظاهرت، واجهت الشرطة الإسرائيلية التظاهرة بالقمع. كما أغلق بعض المتظاهرين طريقا سريعا رئيسيا بالمدينة قبل أن تفرقهم الشرطة التي استخدمت مدافع المياه لإبعاد الحشد. وفي تظاهرة أخرى في تل أبيب خرج مئات الإسرائيليين تحت شعار العيون على رفح.